تابع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الحادث الأليم لانهيار أحد المباني بالملامة وما أسفر عنه من وقوع عدد من الإصابات، ووجه سموه وزارة الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل يضم الخبرات المختلفة من مختلف المستشفيات الحكومية لتقديم العلاج للمصابين من حادث انهيار مبنى بمنطقة الملامة. كما أصدر سموه أمره الكريم إلى وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى انهيار المبنى ورفع تقرير فوري لسموه بشأنه. ووجه سموه كذلك إلى التنسيق لتجاوز أثار هذا الحادث على المصابين وعوائلهم. وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الأسف لوقوع هذا الحادث داعيا المولى جلت قدرته أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.